يلعب لي بمشاعري ويستغلني كرمال يكتب قصة. نهاية القصص قربت. انت اللي بتلعب رشا. في ردات فعل بتكون متوقعة. كل ده عشان ايه؟ عشان عايزة تسيبيني؟ سيبيني عشان بتحب رشا. وفي حكي ما بتصدق انك عم تسمعه. روحي لعنده ليل، روحي لعنده صالحي. قصة حب. ليه ما قلت لي انك بتحبها اكتر منه؟ ليه بعدت لعنده بالوقت اللي هي اجت برجليها لعندها؟ يوميا بعد الاخبار على MTV.